ونبقى في برشلونة حيث انطلقت أمس أشغال المنتدى الأول للمجتمع المدني للبلدان الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط الذي تنظمه مؤسسة أنا ليند للحوار بين الثقافات بمشاركة أزيد من 800 من ممثلي المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. هدف المنتدى تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني في الفضاء الأورومتوسطي ومناقشة الأعمال الهادفة إلى تعزيز الحوار والتفاهم والسلام. عودة مع محمد أيت الشكر وعبد الرحيم فيلول. قبيل انطلاق أشغال المنتدى تم ولأول مرة اجتماع ضم مجلس المحافظين لمؤسسة أنا ليند ورؤساء الشبكات الوطنية لهذه المؤسسة لرفع أي لبس عن أهداف المؤسسة وأولوياتها. عندما ترأست لأول مرة مجلس المحافظين لا أحد كان يتخيل بأن مؤسسة أنا ليند تستطيع أن تستقطب كما هو الحال اليوم ببرشلونة 1000 منظمة غير حكومية من 43 دولة وببرنامج ثقافي واجتماعي وإنساني متناسق. تجمع عائلي بمقر الاتحاد من أجل المتوسط وبرسائل واضحة. أول اجتماع عائلي يعني أن الجميع يسعى إلى هدف مشترك، التواصل، التحاور والعمل معا لأجل التعاون، وهذا هو الأهم. بعد تحديد وتوضيح الأولويات التحق الجميع بممثلي منظمات المجتمع المدني بالمركز الدولي للندوات. هنا الفاعلون الأساسيون على أرض الواقع وحضور مكثف للمجتمع المدني المغربي. خلال الرئاسة ديال مؤسسة أنا ليند عندنا صوت غادي ندليو به، كذلك المغرب غادي يترأس مجموعة ديال يعني ديال الجلسات ديال ما يسمى بلاغورا، يعني المساحة المخصصة للحوار. كذلك المشاركة المغربية غادا تكون حاضرة بالثقل داخل الورشات العمل. عشرات الجمعيات المغربية تشارك بمشاريع محددة. لوريزو ماروكا يعني كيحمل واحد مجموعه من افكار، واحد مجموعه من يعني غادي يدعم هذا اللقاء هذا. يعني كاينه مشاريع غادي تقترح. حضورنا في هذا المنتدى هو كذلك تعزيز لبعض الشراكات اللي نقوموا بها مع المجتمع المدني اللي كاين في فرنسا وبلجيكا وانجلترا ان شاء الله. ويلتحق كذلك بالمنتدى الفاعلون السياسيون لدعم توجهات المجتمع المدني وللاستماع إلى مطالب المنظمات الغير الحكومية. وقد استمرت أشغال المنتدى هذا اليوم على شكل ورشات حوار وتبادل التجارب وعقد الشراكات في المجالات الاجتماعية والثقافية.